لكم سيادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. سيادة الوزير منورنا ومشرفنا على قناة النادي الأهلي. أكيد وزارة الشباب كلمنا عن دور وزارة الشباب والرياضة والتنسيق الكامل خلية النحل بتقوم بيها وزارة الشباب مع اتحاد كرة اليد. مبروك الفوز النهاردة. أهلا وسهلا بيكم ومتشكرين على وجودكم والإعلام المصري دعم للرياضيين وإحساسهم باهتمام بلدهم اللي بيلاقوا الرياضة المصرية تلقى دعم ليس له مثيل من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية. في الحقيقة أكيد في تنظيم وفي ترتيب وفي كل حاجة لكل منتخباتنا في الفترة دي وفي الفترات القادمة إن شاء الله. مصر بولادها بأنديتها بالمنظومة الرياضية كلنا إن شاء الله في هدف واحد إن إحنا نجيب بطولات ونمثل مصر تمثيل عالي. والنهاردة ده كأس عالم ولعبة جماعية دي حاجة كبيرة جدا جدا وأكيد فرحنا مصر ومصر فرحت بيها يعني. أكيد المجهود ده ما كانش من فراغ سيادة الوزير، نتاج عمل جهد سنين تعب حضرتك كنت مشرف عليه. مصر عادت للرياضة مرة أخرى لكرة اليد. الحقيقة الكلام ده مظبوط لأن اللجنة الأولمبية المصرية، وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات الرياضية، كلنا كده الخريطة الرياضية المصرية بإذن الله هنكون في عمل دؤوب جدا ان احنا ننظم نفسنا كويس، نفكر بشكل تخطيط علمي، بشكل نخرج فيه ولادنا المجتمع كله، لان الرياضه دي مش رياضه فقط، ده الرياضه ثقافه، الرياضه سياسه، الرياضه اقتصاد، الرياضه دول بتتقابل وبتلتقي وبتتنافس، دي كلها احنا في اعتباراتنا وان شاء الله الرياضه المصريه من احسن لاحسن باذن الله. اخيرا الرجل الاول للرياضه المصريه الدكتور اشرف صبحي يوجه كلمه للشعب المصري النهارده يقول ايه؟ افرحوا بولادكم، افرحوا بمنتخباتكم، وان شاء الله التنافس الرياضه تنافس وليس صراع، ده الفلسفه الكبيره اللي احنا يعني موجودين فيها. المهم دايما منتخباتنا وده جوهر المنظومه الرياضيه، المنتخبات اللي الدوريات المصريه او التنافس او بطولات الجمهوريه كلها بتؤدي في الاخر لهدف واحد هو المنتخبات المصريه.